السلام عليكم. تابعينا لو فيها كما كنشوفوا اول حلقه الصراحه بدون محلمة عريسه محلمة. السلام عليكم. السلام. هانيين على خير وبخير. الحمد لله. مناسبه كبيره هذا النهار ان شاء الله يا ربي. اكيد كاينين عندنا شي ضياف في غايه الروعه جمعوا في دار محلمة هذا النهار يعرفوهم ان شاء الله يا ربي، ولكن الحدا كاع عاوتاني داكشي. يا سلام، شنو كاين يا ودي رشيده؟ السلام عليكم المستمعين ديالنا، نتمنىكم تكونوا بخير على خير. اليوم اكيد كما كتشوفوا واحد الليله اللي كبيره عندنا في الدار، اللي تجمعنا العائله ديال بقى الحجوي كلهم، منهم العمامات والعمام، المهم العائله. الحمد لله نهار كبير هذا، جاو باش يطلعوا على امي كما كتشوفوا كانت عيانه وباقا عيانه شويه. المهم الحمد لله دابا حالة مستقره الحمد لله ونشكره. هذا هو النهار الكبير ملي كنشوفوا عائلتنا مجموعه، صراحه كتكون احسن من احسن الايام عندنا في الدار. وهاد البنات معاكم رشيده تيتيش حفصه، ما غاديش نعطيو التحيه بركه غنعطيها مهما عطاتها. شو كاين هاد النهار؟ كاين شي ضياف؟ كاين الحداقه؟ كاين الميلون؟ ياك غنشوفوا ما وراءنا ان شاء الله يا البنات. هما كما كتشوفوا لالا دريس ديال الله فاطمه نعيمه الصحراوي السحاسن. السلام عليكم لالا، على خير وبخير، مرحبا بكم معنا هذا النهار ان شاء الله على قناه موبا تي في. السلام عليكم المشاهدين، كنسلموا عليكم وكنحييكم بزاف بزاف، باقي الوطن وخارج الوطن وليداتنا وبنياتنا كنسلموا عليكم بزاف بزاف. الله يعطيك الخير. انا والدي قبل ما تمرض حليمه كنا والدي شعبان في هذه الحوايج نزوركم ونزورو مازال مقاول نمشي. الله يعطيك الخير. حنا جينا شفناها رجعت ربي يسير فيها ليعفو ان شاء الله. الله يعطيك الخير. يا ولدي السلام. واش كاين شي حداقه؟ ولا لا عرفتي شنو كاين؟ عندي واحد ببوش هنا راه ما طيباتش ام وحليمه، انت غطيبيه هنا وصلك حتى للدار، انا نديك حتى للدار. الله يسهل. واش طيبيه ولا ما طيبيهش؟ لا طيبوه. وايلي انا ما كنطيبش تاع العواد وكنجي نطيب. اشوفي لالا والله العظيم انت وصلكم شي ولا لا فاطمه حتى للدار ان شاء الله. ياك السي حسن. والله الا حتى انا توحشتهم، والله العظيم الا توحشت المشاهدين. لا لا راه الببوش الصامن غادي واجد. خصنا غير قادو صح؟ واخ ياك لالا؟ واخ يعطيك الخير، ما عندي ما نسالك. ببوش ببوش ياك نجيب لك العواد، نمشي نلقط انا العواد ونجيبهم. العواد كون غير بالكريك وجبت له العطريه ديالهم عندي ولا انا عندكم. كاين في الاخر ان شاء الله في تصوموا. انا عند العطريه. صافي شو اخر عريسه ديال المهم، ما تحسش براسكم محقوره تقول راه صافي الحمد لله. لا لا كي تقول ولدي عاوتاني ما تكتبش علينا حنايا قبل العطريه. ما تكتبش عليكم. هادشي ديال الكالون وديال العافيه وديال صعيب. لا لا واش نديرو التحدي؟ ايوا قولي لي غنبغي نشكي. ايوا واش عندنا ما تقول كاغي. الله يعطيك الخير. لا شوفوا اكيد هذا احسن من ديال دابا، ديال زمان انا جربت من محليمة عندها واحد اللذه في اليد ديالها صراحه. لا لا تنمشيو نجمعو العويدات، واش كاين فين تصيبوا العافيه نفس السطح؟ كاين داير حنا والله تنديروا شي جلسه تما ان شاء الله، ومازال يجلسوا لالا معايا الدريسيه ولا لا فاطمه، تنديروا لهم شي حنينه ان شاء الله يا مولانا، ونمشيو للحمام بحال العاده ونفرحوا بهم ونديهم ان شاء الله يا ربي حتى للدويره ديالهم. والله ما خطره. والله اللي بغى لالا الدريسيه ولا لا فاطمه يبقاو معنا ان شاء الله. كلشي عطانا اللي جايين في هذا الفيديو كلهم عطاونا كومونتات وشكروا لنا لالا الدريسيه ولا لا فاطمه، كتبوا لنا تعاليق زوينه ويديروا لنا شي ويديروا لنا لايكات. الله ينورك. الله يعطيك الخير لالا. لا 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 ماشي يدق. نعيمه اكيد ندوزو غير نعيمه الصحراوي وبناتها. مشاهدي راه نعيمه الصحراوي وبناتها فين وصلت القناه فين غادا الامور؟ اللهم لك الحمد بخير وعلى بخير وعلى خير. حنا حمدنا الله ملي ولات بوحدها حليمه مزيان وفرحنا، وهاني جيت عند تيدي اللي كتقول ما كتمشيش عندهم. ها انتم ها الله هاني عندهم في الدار، راه دائما كناكل معاهم وكنشرب، افرق لي معاهم الا والله العظيم. لا ما كتفرقش معاهم دائما كاينه معاهم. لالا حسن بغا يعطيك واحد الامانه ان شاء الله، اكيد خدام متتبعين. سي حسن بطبيعه الحال خويا حسن تحيه لاختي سميه الحاجه سميه اللي سيطات واحد الامانه البديعه بديعه غينوس. وبالمناسبه الحاجه راه بغات دير واحد جوج بيان ان شاء الله تدي ان شاء الله في هذه الايام، وغادي نديوها لهذوك الاماكن اللي غادي فيها الابيان ان شاء الله تنسى. ومرحبا بالحاجه. وهذه راه واحد تقريبا هذه حسن 29 ريال، واحد الله جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه يعني، والافيه 29 ريال
غتديها لالا فاطمه تعطيها بالورقه ديالها شحال نبري 6000 بهذه المناسبه ديال رمضان وداكشي اكيد كل دعاء الله باقي الخير في الدنيا الحمد لله على صدام غريبين اللهم لك الحمد الله عاونوها مسكينه في الوليدات وراهم داروا الجهود ديالهم كل شيء الام غادي عندها مزيان الحمد لله ودي اللهم لك الحمد ان شاء الله شنو نزورو كما قالت حسن بينتها الحمد لله الله يسهل الله يسهل الله يسهل الله يسهل الله يسهل الله يسهل الله امين صافي دابا غادي نوضوا نهزوا هذا الشيء هذا ونمشيو ان شاء الله يربي عند الضيوف باش تعرفوا الضيوف ديالنا في الوقت الصحيح حسن اجي باق الدور كاين تما تواجدوا غادي نهزوا كما كنقولوا نهزوا الحليوه ديالنا ومازال العشاء ان شاء الله يربي كيوجد ان شاء الله ما غنركزوش اكيد على العشاء ما غنركزوش شنو غنحطوا نركزوا هذا نركزوا غير على المال العائله الحمد لله كما كتشوفونا هنا ديما عائله وكنجمعوا وغادي ندخلوا ان شاء الله يربي غادي نحاول نجمعكم نخلي لكم واحد التصويره تذكاريه اجي لاله فاطمه اجي لاله دريسيه باش من طيب عاوتاني انا الببوش عاوتاني يهزوه معايا انا طيب مرحبا راسنا عندنا لكم واحد الصوره لاله هنا تذكاريه تبعكم فهاد البلاصه زوينه لاله لاله فاطمه اجي نعيمه حتى سيدي تواجد هنا لا تتصور الامانه قال البلاصه زيد يا لاله وايلي ولا لا لا كاين ندير لك ماكله تنديروا البول حجوي البول الاستاذ هاد الليله هادي راه يلاه زيد ندير واحد التصويره زيد تجمع واحد شويه تجمع احصى ان شاء الله يا ربي واحد جوج يلاه اجي ان شاء الله يا ربي باش تكتشفوا معنا الضيوف اكيد ربي يطول لهم في العمر امين يا ربي امين نجيو نعاودو نعاودو كل مره ان شاء الله وغادي تعرفينا على الضيوف في الحلقه ديالنا اختي تيتيش اكيد وفي راس العائله الحمد لله راه غادي نجلسوا معاهم ونجمعوا العائله وكاين الحباب اليوم بحال العائله ديالنا الحمد لله اليوم تيجيو عند امي حنا ما تيطلعوا عليها شكرا لهم بزاف وشكرا الناس اللي بمعنى اصغر متتبعه ياك اصغر متتبعه وكاين واحد المفاجاه ان شاء الله في الحلقه ديالنا راه كتشوفوها ان شاء الله يا ربي وغادي نجيو غادي نعطيو الكلمه السي او البهجه في السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وحب الصحاب كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا رب العالمين الاخوات كما كتشوفوا هذا النهار هذا ان شاء الله جينا باش نطلعوا على ام حليمه والحمد لله راه بخير وعلى خير بصحه جيده وتحيه للمتتبعين الكرام ديال قناه محبوبه والعائله كامله ونخلي الكلمه لخويا سعيد دابا غادي نسبقوا بعدا من ناديه سعيد وناديه بيوتي علاش بيوتي بالضبط ماشي تي في علاش بيوتي بيوتي بلوغ شنو اه سعيد مزيان علينا خويا صاحبي واش فلوق ولا تي في؟ فلوق فلوق سعيد ناديا فلوق صافي غيكون ثنائي الصراحه اللي رائع والله العظيم الا غنشجعوكم ان شاء الله تكونوا معنا في اليوتيوب ما جيناش نشوفوا نديروا الدعم ما كاينش المشكل اسي سعيد لا لا خاصك اخويا نحسن بارك الله فيك والله العظيم ما كاين المشكل المهم اخويا المهم تحياتي للمتتبعين ديال قناه محبوبه وكنشكركم على الدعم ديالكم للقنوات العائلتين بجوج محبوبه مربوعه والسير بهجه تي في اكيد ما نساوش بطبيعه الحال لانه بطبيعه الحال الحفيد الصغير ديال اكيد اكيد الله ديال مربوعه العائله كامله ديال العائله كامله وشكرا لكم وكنشكر الجميع وحنا جينا نشوفوا ام حليمه اليوم نطلعوا عليها الله يعطيك الخير اسي سعيد وشكرا لكم جميعا اختي ناديه معشوقه الجماهير الضحكه ديالها اكيد الله يلا تيحنا الكاميرا وتحتنا المشاهدين تحيه لكم وتحيه لكم كبيره كبيره شكرا لكم وشكرا على الدعم ديالكم واللي كيسول في الوالده والوالد واللي كيسول في قناه مربوحه ان شاء الله عما قريب الرجوع ان شاء الله يا ربي ان شاء الله وشكرا لكم وبكم باش غنزيدوا القدام شكرا للمتتبعين شكرا لاصحاب القنوات اللي مدعمينا اللي خطيكم وبكم باش غنستمروا ان شاء الله وبكم باش غنزيدوا القدام يا اغلى واحلى مشاهدين في العالم تحيه لكم تحيه اخلص المشاهدين ديالنا هما ديالكم الحمد لله داكشي اللي كاين خصنا ومحبوبه اليوم حنا مجموعين عند ام حليمه كنطلبوا لها الشفاء ان شاء الله وكنسالوا الدعوات ديالكم المشاهدين راه من الثانيه هادي وعمي راه بانا والدري راه خوتنا والعريصات تحيه لهم حتى هما ولله يخطيكم على حسن الضيافه ديالكم والله يشافي ام حليمه حنا دابا حنا مجموعين ما كاينش بحال صله الرحم ما كاينش بحال لما د الحباب كاين ذكريات انا ديال فاسيدي ذكريتي هنا في واحد الوقت صح الكوليج بزاف يا الله صحيح صفاء الوجدان ياك بعدا تحيه صفاء الوجدان بصح قرينا شي انا قريت شي ربع سنين فاشي هذه حسن وحسينه الاغلبيه دوزوا الحاجب مع حنا بحكم ما كانش يعني الحكم ديالنا الدراسه راه حد السادسه قريت في سيدي عدي وقريت في الحاجب والحمد لله يعني اللهم لك الحمد وتخرجتي في مكناس وفاء سيدي عدي ولا الحاجب؟ انا راح
الحمد لله. شكرا لكم بزاف اخوتي على التتبع ديالكم، شكرا لكم على التشجيع ديالكم، وكنشكركم بزاف حيت وقفتوا مع محلي ما صرحه الله، راه حنا كاملين تخلعنا ملي شفناها مسكينه مشات للسبيطار، والحمد لله على صف الله خرجت بخير وعلى خير. يعني راه كما قالت اختي ناديه، قالت هذيك راه الام ديالنا، حنا راه واخا وليت انا كنحسب الام ديالي. الله يحفظ لكم الام ديالي، الله يحفظ لكم كبيره اخوتي داخل الوطن وخارج الوطن، وما تنساوش انكم تدعموا تدعيو مع شكرا لكم اخوتي وتحياتي لكم. شكرا. غادي هو تلتيتيش تعرفنا على الناس ديالها وكتشوفوا هاد الهديه اللي كتقولي لي الهديه، شنو هديه عشان نفسها؟ صراحه الله غادي نعطي بعدا واحد التحيه للام ديالها، غتقدم واحد التحيه للمتتبعين ديالنا. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيا جينا نشوف ام حليمه. مرحبا بك اخالتي، مرحبا. سمعناها مريضه ايام هي في طنجة، وسمعتها وجات في الكار باش تشوف ام حليمه، لان كنتلاقاتها جوج مرات وجيت معها. حبا لله مسكينه كتحماق على ام حليمه. تتحماق. كنت شفت ايه خلاص، كانت دارت واحد الفيديو في لاشين ديالها. ياك ايه داكشي؟ كانت دارت واحد لاشين. شكرا ايه على داك الكلام الزوين اللي قلتي. مسكينه راها فيها لو تخاك ديال الكاميرا، مسكينه راها كتحشم، قالت لك انا ما كنتش تشجعي راسك، تشجعيها في كومونتير باش تزيد حتى هي ان شاء الله. هي دابا انت اصغر متتبعه، وبغينا نعطيوك فرصه ان شاء الله يا ربي باش يتعرفوا عليك الناس اللي قداك ويتبعوا يعني المسيره ديالك ويشدوا منك ما يفيد. شوفي شويه، شوفي الكاميرا، شوفي ماماك، شوفي ماماك. يلا سلام عليكم. الصراحه كيجي على بالي حتى الهديه لمحليمه، كنتمنى تكونوا بخير. انتوا كتشوفوا هذا الفيديو كيما كتشوفوا، يما جيت نشوف محليمه الله يشافيها، هي عزيزه علينا بزاف وانا متتبعه ديالها، و حشمانه بزاف، جبت لها هذا الكادو. شكرا شكرا اختي ايا. هادشي اللي غنقولو، غنكتشفوا الهديه مع تيتيش، غنكتشفوا الهديه ديالها اللي غادي نشكروها امام المتتبعين، وغادي ان شاء الله الام ديالها تعرف بالقناه ديالها حيت عندها واحد القناه وكتخدم عليها وباغا توصل، وانا كيعجبني يعني الناس اللي بحال هكا تبارك الله في واحد اللاج وباغا تحقق شي حاجه الحمد لله، فلهذا غادي نزيدو ندعموها ان شاء الله ونوقفوا معاها حتى تكون راسها ان شاء الله. اصغر متتبعه تبارك الله، يعني كدير مسكينه جميع المجهود ديالها باش تزيد في القناه ديالها وتحت الجهه ديالكم، سميت القناه ايا قاسمي. وصراحه شي راه حشمان، راه ما خدامش نبقاو نديرو في القناه بحال هكا السيده فاش يدير رشيد علالي كيجيب دوك الميزات الصغارين وهذا. المهم ايا صافي ضيفه الحلقه ايا قاسمي، عرفينا براسك. ايا قاسمي مرحبا بك معنا هذا النهار هذا. صراحة الله حشمات بزاف، وملي جات مسكينة راه يعني جات بواحد الحشمة تبارك الله ما شاء الله عليها، ولكن في قناة راك كتهضر وكدير واحد المجهود اللي نتمنى ان شاء الله كلشي يجمع عليها. شي بعض المرات الدعم ما تيجيش من ديك كثرة الهضرة، والله تيجي غير من ديك الحياء وديك الحشمة وداك الوقار وديك العفوية. تي الا بغاك الناس راه بغاوك وصافي، والله القسم ملي دايما نقولوا كلنا ايا قسمي في هذه الحلقة. وغتكتشفوا معنا الكادو اللي جا لكم. يا سلام شكرا ايا قسمي، شي حاجه بلديه. والله شكرا لك حبيبه ديالي، شكرا لك بزاف والله يكبر بك، ونتمنى ان شاء الله تدعموا لنا الحبيبه ديالنا الصغيره الكتكوته ايا قسمي ان شاء الله في القناه ديالنا ان شاء الله. وهادشي اللي كاين وغادي نخليو حصص خوانا اتاي مع الضيوف ان شاء الله يا ربي. باش مازال ان شاء الله يا ربي الحلقه فيها تتم. الله يكبر عليك. غادي نخليو حصص خوانا اتاي السي حسن. النشاط اخويا ياك. النشاط اخويا اللهم لك الحمد قضية. الجلابة زعما حسن مازال، الجلابة مازال كما قالت هو القصيطة باش تشهدها. الجلابة هي اللي مع رزقها. شنو رشيدة؟ واش هو اللي كيختار وانت اللي كتختاري الواد اللوكا؟ انا ما تبانيش في اللوكا، تنقول لي. صراحة ما كنبغيش يلبسها ولا كيقول لك لا. لا السترا بالنسبة للراجل، السترا للراجل ولا المرأة؟ ياك أبدا. والله أنا عادي. دابا الجلابه ما غاتحيدهاش حسن والو. اختي رشيده قالت اخويا سخونه ما كتدخلوش البرد، قلنا له سيدي بالصحه والراحه. ما انا خويا احمد القناعه، قناعه تي في هو مجال.
وكما كتشوفوا الخويا ديال سيدة لاله حفصه هادشي مختار ومعتبر وبقاو معنا ان شاء الله يربي لي الحادي شي باقيه. كما كتشوفوا المتتبعين ديالنا غنشاركوا معكم العشيوه ديالنا. صراحه كيقولوا لي الدراري اللي انت غتكوني بلاصه ام حليمه، ولكن صراحه الله ما عمر بلاصه ام حليمه غيعمرها شي واحد، لا انا ولا غيري. لا ولا راه دابا بحكم انت كبيره في الدار كنديو منك ديك الغرامه ديك عاوتاني انا الداخل ديالي كنحس باللي ام حليمه ما كاينش اللي غيعوضها. غدا تعاودوا الهموم ديالكم وتعاودوا شنو واقع في دار ام حليمه. غدا ان شاء الله غنديروا واحد الفيديو مع المتتبعين ديالنا، واحد الهم كبير ديال المتتبعين ديالنا، وغادي نفرغوا القلب وغادي نبكي وغادي يعني بزاف الحوايج غيكونوا تابعونا ان شاء الله حتى لا فيديو. دابا غنطلع الطباخ المحبوبه باش نشاركوا معكم العشيوه ديالنا. نتمنى المتتبعين ديالنا يقبلوا علينا على هذا الفيديو يعني البسيط بحكم ما كايناش ام حليمه نواره ديال اليوتيوب وكتنور لي فيديو ديال محبوبه تيفي. يلا تابعونا دابا بقاو معنا ان شاء الله يا ربي. غادي لكم واحد الصوره هنايا بجوج رشيده بهذا الشكل هذا. فين هي حفصه؟ فين هي تيتيش؟ تيتيش راه كتبدل رايان. خليها تبدل رايان. شوف رشيده معايا تقعد ام حليمه ان شاء الله. خليها حفصه تقاد هذا الشيء هذا ان شاء الله يا ربي. احنا ام حليمه كان القليد جاد. ام حليمه يعطيك الصحه والصحة. يعطيك الصحة. شوف ام حليمه معاك. يا سلام. يعني انا جبت رايان ام حليمه ديالها ان شاء الله. الله يعطيك الصحة. واحد ديال موالي الدار. وسمح لنا ام حليمه كنعجبك تمشي معنا. يا ربي يا وي. الله يعطيك الخير ام حليمه هادشي اللي غادي نقولو. وغنشوفو شنو اخر عندنا. كي جات الفيديو بلا ام حليمه. ناقص ياك. يا سلام. الله يعطيك الخير. نقولو المتتبعين اللي دار شي مناسبه بغا يعطي نية الضياف ديالو شي حاجه نية تهضر. يا سلام ام حليمه. يا سلام يا سلام. كتشهي لنا ام حليمه المحمد حشومه عليك ام حليمه. انا غنجي ام حليمه دابا بعدا نوري المتتبعين التكريميله هادي. يا سلام ام حليمه. شكرا ام حليمه. شكرا لك على هذه المجهودات. يا ودي يا ام حليمه. كل شيء منظم وكل شيء بلاصتو وكل شيء مريقل. يعني اللحم بلاصتو جا شي تقلى في بلاصتو البقوق في بلاصتو المرقه ديال الدجاج في بلاصتها السقا في بلاصتها وكل شيء غياكل في الوقت. كل شيء غيشرب في الوقت. وراه الفنانه كتخيب تبارك الله كتلقى عندها 40 طبله 50 طبله وكتسربي داك الشيء فتحط راسها يعني ما شاء الله. ربي اللي عطيها واحد يعني غادي نقول لك زعما برافو عليها والله العظيم. دابا الحاجه اللي غنقولوا غنخليهم ام حليمه صايبه الشكل ديالها النهائي وغنودعوا المتتبعين ديالنا في الكوزينه اختي رشيده وصافي بلا ما نحرجوا الضياف. غادي ندخل عندهم الكاميرا هما غيتشاهم. يعني حاجه بغينا نوريكم طياب ام حليمه واللي بغى ام حليمه في شي عرس شي مناسبه شي اسبوع شي ضياف راه اقسم بالله العلي العظيم هذا الخصام تنعطيه لكم ومتاكد منه حتى غتحمر لكم الوجه ديالكم. ومازال ان شاء الله ربنا حطنا الملاديه على الشاشه واللي غيتواصل معاه مرحبا الف مرحبا. يلا بقاو معنا ان شاء الله. هذا راه عارفين شنو ام حليمه؟ هذو اللي كنطيب عندهم راهم عارفين ترميرتي عارفين الدجاج ديالك. خصنا ام حليمه هذه المره انا حطيت انا شفت التفاصيل نديرو شي 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 حلقه ان شاء الله بالتفاصيل على الدجاج ان شاء الله. شنو اختي رشيده؟ المتتبعين ديالنا مع السلامة. نتمنى يعجبكم لا فيديو ديالنا. مع السلامة. باي باي عليكم يا رب. مستمعين الفيديو قادم ان شاء الله يا رب. يلا مع السلامة عليكم.